ومن الاهتمام بالأطفال الاهتمام بالبشرية كلها، حيث أظهرت نتيجة دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا فوائد الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث أشارت الدراسة إلى استمرار انتشار العدوى في الأماكن التي لم يحصل فيها الأشخاص على التطعيمات. وتوصل الباحثون إلى أن لقاح فيروس كورونا يمكن أن يعمل كمضاد لبعض المتحورات الجديدة مثل أوميكرون، كما أظهرت أيضا النتائج احتمال انخفاض انتقال العدوى بنسبة 11% لكل جرعة إضافية. خلينا نفهم المزيد عن التفاصيل في هذا الخبر من خلال انضمام دكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس سابقا. صباح الخير على حضرتك دكتور أشرف. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. صباح الفل يا دكتور. الحقيقة دكتور أنا يعني اسمح لي أن احنا نبدأ بأمر قد يكون بديهي، ولكن منعا لأي لخبطة ممكن حد يفهم يسيء فهم هذا الخبر. إن ما بنتحدث عن احتمال، النتائج بتقول أنه هو في احتمال انخفاض انتقال نسبة انتقال العدوى بنسبة 11% لكل جرعة إضافية من فيروس كورونا، ممكن حد دماغه تقول له اللي هو طب أنا هاخد 8 أو 9 جرعات علشان أصل إلى أن أنا أكون محصن بنسبة 100%. ياريت بس نوضح هذا الأمر عشان أنا عارف أنه قد يبدو بديهي بس البعض ممكن يسوء فهم. لا رياضيا الحقيقة ده برضو ليه معنى، أن انخفاض العدوى بهذه النسبة معناه أنه ده بتقل وبتقل لكن لا تنتهي. معناها كمان أنه الحصول على اللقاحات ساعد الجسم على إنتاج الأجسام المضادة اللي بتحمي فعلا من الإصابة بفيروس كورونا. وفي نفس الوقت كمان عايزين نقول إنه لما بيقل عدد المصابين بتقل فرصة حدوث المتحورات، لأن المتحورات بتحصل نتيجة التكاثر بتاع الفيروس داخل الأجسام، وبالتالي لما يكون في أعداد قليلة يبقى فرصة حدوث السلالات الجديدة والمتحورات أقل. من ناحية تانية كمان لازم نكون عارفين إنه إفراز الجسم للأجسام المضادة نتيجة اللقاحات له مدة، وبالتالي هذه المدة ممكن معاها إذا مر مثلا من 6 إلى 9 شهور على حصول على اللقاح تكون كمية الأجسام المضادة الموجودة غير كافية لمنع انتقال العدوى، وبالتالي الحصول على جرعات تعزيزية بتساعد على إنتاج أجسام مضادة مرة جديدة، بالعكس المرة الثانية دي بتكون أعلى وبالتالي فرص انتقال العدوى. دكتور أشرف، جرعات تعزيزية بمعنى إيه؟ بمعنى أنه من المفهوم والمعروف اللي أنا شخصياً عارفاه أن جرعة فيروس كورونا واللي بندعو للحرص عليها كل فصل شتاء أن هي كل 6 شهور، هل حضرتك تقصد بالجرعات التعزيزية هي خلال ال6 شهور وطبعاً ممكن يكون ليها حالات معينة زي مثلاً كبار السن أو كذا أو أصحاب الأمراض الصدرية وطبعا لازم تكون تحت اشراف طبيب، ولا حضرتك تقصد حاجه تانية علشان بس نبقى اكثر ايضاحا للناس؟ لا احنا الحقيقه بنقصد بالجرعات التعزيزيه اللي هي جرعات في مدد بعد الجرعات السابقه على الاقل 6 شهور، لانه زي ما احنا عارفين انه مده حياه الاجسام المضاده جوه جسمنا هي محدوده، وبالتالي ال6 شهور دي قد ايه؟ محدوده قد ايه؟ حوالي من 6 إلى 9 شهور. وعلشان كده بنحاول ان احنا ناخد الجرعات التعزيزيه علشان نزود من الاجسام المضاده الموجوده عندنا، وفي نفس الوقت ندعم الجهاز المناعي لمقاومه حدوث انتقال العدوى مره اخرى. نعم. طيب في ناس زي ما حضرتك ذكرت يعني بيبقى فرص الاصابه عندها ممكن تكون اكبر من فئه اخرى، هل فكره الجرعات التحفيزيه هنا احنا بنتحدث عن ان هي تكون مهمه للكل، هل ممكن ان هي تكون ربما جرعات نخص بها فقط الفئات اللي هي الاكثر عرضه للاصابه والاكثر خطوره عليهم؟ يعني سريعا اذا سمحت. طبعا معروف انه هذه الجرعات التعزيزيه يجب ان يحصل عليها اللي هم الناس الاكثر تعرضا والاكثر تضررا، والاكثر تعرضا هم طبعا القائمين على المنظومه الطبيه، والاكثر تضررا هم كبار السن واصحاب الامراض المزمنه. نعم. وبالتالي هو بنشكر حضرتك اذا دكتور اشرف عقبه رئيس اقسام الباطنه بجامعه عين شمس سابقا، الف شكر لحضرتك على وجودك معنا.